الحاله الثانيه اللي هي الاقتصاديات المحطه. اقتصاد المحطه بتقول ايه؟ بتقول ان هو مشروع استثماري. صحيح ان الكابيتال كوست او التكلفه الراسماليه كبيره، لكن بيغطي تكاليفه ويكسب بعد كده. وعشان كده تلاقي هو مشروع استثماري ومشروع اقتصادي مربح. هتلاقي الامارات دخلت فيه، طب ما الامارات عندها بترول. السعوديه هتدخل فيه في 16 محطه، طب ما عندها بترول. طيب من ناحيه الاقتصاديه، انت لما لو تبيع البترول بتاعك او الغاز بتاعك في السوق العالمي او تصنعه في صناعات بتروكيماويات او اسمده، هتكسب 9 اضعاف ان انت تنتج بيه كهرباء. ماشي. طيب انا على المحطه النوويه بتاعت الضبعه دي اللي هي 1200 ميجا وات الواحده، يعني دي انا لو شغلتها بالنووي هتكلف 60 مليون دولار في السنه. لو شغلتها بالغاز، حسب سعر الغاز بقى، انت بتستورد غاز ولا عندك منتج غاز، تتراوح سعر الغاز حسب سعره عندك في البلد شكله ايه، ما بين في السنه من 250 مليون الى 400 مليون حسب سعر الغاز. فناخد اقل حاجه 250 مليون، يبقى الفرق في السعر قد ايه؟ 190 مليون كل سنه بوفرهم من سعر الوقود فقط لا غير. بس